بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بكم، كسعادتي برمضان، كسعادتي بالقيام، كسعادتي بالصيام، كسعادتي بقراءة كلام الواحد العلام، كسعادتي باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كسعادتي وأنا بجوار الحجر والحجر والمقام، كسعادتي مع وجود هؤلاء الزوار الكرام الذين يقصدون البيت الحرام ليعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحبة، من تعظيم شعائر الله تعظيم آخر الأيام، تعظيم أيضا هذه الأيام القادمة. لذلك لا بد للمسلم العاقل هو يفرح بكل يوم يقدم عليه. كل يوم يقدم عليك افرح به، كل يوم جديد افرح به، ما من يوم إلا ويناديك أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود ليوم القيامة. العاقل هو الذي يفرح بما هو قادم الأيام. اسعدوا أنفسكم، أنتم الفرح بأيديكم ليس بيد غيركم. اسعدوا أنفسكم، افرحوا أنفسكم، أدخلوا الفرح والسرور في نفوس الآخرين. أحب الأعمال لله، من أحب الأعمال لله سرور تدخله على مسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله الذي يسعد الناس الآخرين، لذلك سرور تدخله على المسلم. أدخل السرور على إخوانكم المسلمين، أدخل السرور على والدك، على والدتك، على زوجتك، على ولدك، على أقربائك. إذا جاءت أيام فرح وسعادة اجعلها فرح وسعادة كما أراد الله، لا تجعلها نكد، لا تجعلها شر، لا تجعلها سوء، لا تجعلها بكاء، اجعلها الله تعالى أرادها فرح، اجعلها فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. بعض الناس تجده يقلب الفرح إلى حزن، ويقلب الليالي السعيدة إلى نكدة. ليش يا جماعة الخير؟ لذلك العاقل هو الذي يسعد الآخرين، العاقل هو الذي يفرحهم. النبي يأتي على عائشة والأحباش يضربون بالدف في داخل المسجد، فرأى ذلك أنه سبب من أسباب سعادتها، فتركها حتى تسمع إليهم، حتى يعني حقيقة اكتفت فسمعت وهم ورأتهم وهم يلعبون في المسجد، وأراد أن يسعدها ويفرحها. وما أجمل أن الزوج والأب والرجل هو الذي يسعد زوجته، يسعد أولاده بالهدايا، بالعطايا، بما يستطيع. لا تبخل عليهم أبدا، لا تبخل عليهم، كن كريما معهم، يكونون كرماء معك في حبهم، في برهم، في عطفهم. قد يقول قائل يعني ما يبرون إلا إذا أعطيناهم. يا جماعة الخير، النفس البشرية جبلت على أنها تحب من يفرحها، تحب من يسعدها، تحب من يكون أمنا لها. فكونوا في هذه الأيام القادمة عونا، وكونوا كذلك فرحا، وكونوا سعادة، وكونوا كذلك أيضا سبب من أسباب إدخال الفرح والسرور في الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بعض الصحابة لبعض المهام كان يقول لهم أفلح وجهك، وكان يقول يبشرهم بالجنة ويبشرهم بالخير، وكان يبتسم في وجوههم صلى الله عليه وسلم. هذه الليالي القادمة أو الأيام القادمة التي فيها فرح وسعادة، ما أجمل أن نبتسم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أخواني ابتسموا يا أخواني، ترى الصدقة والابتسامة صدقة، والابتسامة ليس فيها مقابل، يعني ما هي بفلوس ولا بصراف آلي، تحتاج منا أن نتقرب بالصدق بالابتسامة. تقربوا بالابتسامة، الابتسامة تذيب الجليد من الحزن، تذيب الجليد من الهموم والأحزان. النبي مع كثرة أحزانه، مع كثرة آلامه، مع كثرة قضايا الأمة، كان الصحابي يلتقي مع النبي يبتسم في وجه النبي، حتى يظن النبي أنه أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تبسموا، افرحوا، اضحكوا، كذلك امزحوا فيما أباح الله، كل ذلك والله من الإسلام. لا يعني حتى يعلم الناس ويعلم يهود أن في ديننا فسحة، ترى لا نصور الدين للناس أنه حزن وأنه بكاء وأنه صياح وأنه أبدا. ديننا فرح وقت الفرح، سعادة وقت السعادة، وقت الحزن نحزن، نعطي وننزل كل شيء قدره وحقه وما يستحقه. أيها الأحبة، قادم الأيام التي فيها فرح، افرحوا وأسعدوا غيركم، فذلك يعود عليكم وعلى سعادتكم. والعاقل هو الذي يفرح بما يستطيع، يفرح بما يسعده، ويسعد نفسه بما عنده، ولا يتطلع ما عند الآخرين. وليعلم أن الله يعطيه ما يكون سبب من أسباب سعادته وسبب من أسباب فرحه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من العتقاء. اختم يا الله رمضان وأنت راض عنا، اللهم اختم رمضان وأنت راض عنا، اللهم اختم رمضان وقد اعتقت رقابنا وقبلت صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من
أعمالنا، واجعلنا في هذه الأيام القادمة كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك البركة في العمر، البركة في المال، البركة في العيال، البركة في الصحة. اللهم اعطنا من الصحة تمامها ومن العافية دوامها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال. اللهم من أرادنا وبلادنا وأهلنا وسعادتنا بسوء اصرفوا عنا، ومن أرادنا وسعادتنا بخير اللهم اجعله معنا ومنا وفينا، إنك على ذلك قدير والإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.